السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنقدم لكم بسبوسه اللي غنحتاجو فيها المقادير التاليه. غنحتاج 4 البيضات، كاس ديال العنبه، ليمون، كاس زيت، كاس سنيده، فانيا وحده، جوج الخميرات. غنحتاج كاس ونص ديال السميده الرقيقه عنبه، وكاس ونص ديال الفورص فهو عنبة، 5 ديال الملح. وبالنسبة للطاوة ديال البسبوسة غنحتاج ليها سميدة رقيقة باش نرشها زيت المائدة، والسيرو باش غنسقيها. غنحتاج كاس ديال الليمون والسنيدة. ويتزين انا هنا اختاريت الكوك. غنمشيو دابا لطريقة التحضير. نخلط مزيان. احسن كاع المكونات ديالي تنسجم مع بعضها. من بعد نضيف الليمون. نضيف الفرص مع الخميرة. نخلط مزيان. سندخل كاع الفرص اللي عندي. كيفما كتشاهدوا معايا كتجي الخليط ديالنا بحال هكا. كيفما كتشاهدوا الطاوة انا دهنتها بالزيت ورشيتها بالسميده الرقيقه. ترشيها مزيان باش ما تلصقش لك. انا شعلت الفران يسخن. كما كتشاهدوا معايا دابا غنطيب السيرو، غنجيب الليمون والسنيدة نسبة كل واحد وقياسه. انا الحاجة بالنسبة لي انا مكنبغيهاش حلوة، غندير غير قياسي. هانتوما كل واحد وقياسه. وغنردو يطيب السيرو. نتوما عارفين بطبيعة الحال كيفاش كيتصايب. غير يبان ليكم تبخ شوية وبدا قبل ما يبدا يعقد فعلي. انا هنا غندير فيه قشور الليمون وبدو يطيب. كيف ما كتشاهدوا سيدي معايا من بعد ما طابت البسبوسه ديالنا كيفاش كتجي، كيفاش كتجي. انا شوف العلو بالنسبه للعلو كيفاش كتجي. غنشدها نقبها مزيان بالفرشه. بالنسبة نبغيكم ما تحيدوهاش من الليمون حتى تبرد مزيان. الا حيدتوها هي باقا سخونة تقدر تقسم ليكم او لا تفرتك. غنسقيها
كما قلت لكم بعد ما صفيتها مزيان رشيت عليها الكوك كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي. انا زينتها بشويه ديال الشوكولاط اللي سبق لي خدمته معكم في لي صابلي. انا غناخذ طريف منها باش نوريكم كيفاش جات من الداخل. هانتوما سيداتي كيفاش كتشاهدوا معايا كيفاش جات من الداخل. شفتوا باينة انها مطقية. كنتمنى ان هاد الوصفة تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء الى فرصة ثانية ان شاء الله.